ما بين مخلصين ميه ومفقودين في الميه ضاع ابناء مطروح على مدار الايام اللي فاتت. تابعنا مع حضراتكم منذ اسبوع ما حدث مع شباب السلوم، اثنين من شباب السلوم في فلوكه في عرض البحر ومنذ 7 ايام تقصير، تقدر تقول تقصير، تقدر تقول عدم استعداد من القوات المصريه، تقدر تقول تخاذل من الحكومه والدوله المصريه لانقاذ ابنائها، نفس اللي حصل قبل كم شهر ايضا مع ابناء عيط مطير اللي تاهوا في الصحراء يوم واثنين وثمانيه لحد ما لقوهم ميتين، وكانت الكلمه اللي مكتوبه على الارض مخلصين ميه. النهارده عندنا اثنين من شباب السلوم مفقودين بقالهم اكتر من 7 ايام، لكن المره دي مفقودين في الميه، وكأن قدر ابناء مطروح، ابناء السلوم، ابناء القبائل المصريه انهم يضيعوا اما في صحراء او يتوهوا في ميه في الوقت اللي الحكومه عامله ودن من طين ودن من عجين. محافظ مطروح سيد خالد شعيب قال لهم معلش في نوى مش قادرين نطلع الطيارات شويه، والقوات المسلحه بتحذر من الاقتراب من الحدود لان هذه منطقه محرمه شويه، والمخابرات ترفض اعطاء الشباب تصريح. النهارده الشباب بيطالبوا اما طياره تطلع تدور على الشباب المفقود بقاله 7 ايام، وبالمناسبه كل دقيقه بتمر، كل ثانيه بتمر بتقلل الامل في الحصول عليهم او الوصول ليهم احياء. الشباب اللي قدام حضراتكم دول ولسه في اعمار الورد، ولادنا اخواتنا ابناء الشعب المصري في محافظه مطروح في السلوم، ما زالوا منذ اسبوع بيعانوا بلا امل، او ما زال الامل موجود عند اهاليهم، اكيد ما زال الامل موجود عندهم، اكيد لسه عندهم امل ان في وراهم دوله، في وراهم بلد، في وراهم جيش، في وراهم حرس حدود، في وراهم منطقه شرقيه عسكريه، منطقه شماليه عسكريه، منطقه غربيه عسكريه، هتبعت طياره واحده تمشط المنطقه وتلاقيهم، او تبعت سفينه او زورق او حتى غواصه عشان يلاقي اولادنا اللي كانوا بيستغيثوا قبل 7 ليالي من النهارده، الحقونا احنا تايهين في عرض البحر. نتابع هذا الفيديو. ده استغاثه من احد اللي في المركب بدري. يا فوزي وين بتخرج على اساس بده خبر؟ وين على اساس خبر؟ كيلو 10 كيلو ماشي ماشي ماشي. تعرفش تنزل الموقع هذا عندك؟ الرقم هذا ايه على الواتس؟ معك واتس؟ ايش بتكر اصلا تقول واحد تقول البلد؟ ليلتها ما كانوش بعيد على الرغم من وجود النوة وارتفاع مستوى الأمواج، لكن في المكالمة، آخر مكالمة بين المفقودين وبعض أهاليهم في السلوم، كانوا بيقولوا احنا على بعد من 5 ل10 كيلو، كان أي حد يقدر يتحرك، أي حد يقدر يوصل، كانت الحكومة تقدر تحرك البلد، عندنا طيارات جايبينها بالشيء الفلاني بمليارات ما زالت موجودة في المخازن ما طلعتش، إلا عملت شوية عروض عسكرية ورمت شوية ورد ورمت وأمنت مش عارف إيه، وضربت الإرهابيين في سينا، وضربت اللي بيصيدوا في سانت كاترين واللي بيتفسحوا، لكن تطلع الطيارات تدور على أولادنا اللي موجودين في البحر بقالهم أسبوع. أحد مواطني مطروح بيوجه اللوم للسادة النواب، سيد المحافظ، سادة المسؤولين في البلد، الإعلام المصري بسبب التخاذل عن نجدة أبناء السلوم. نتابع. السلام عليكم. طبعا من بداية الأحداث وإحنا نطالب الجميع بالتدخل وندعو الله عز وجل أن يخرج أبناء السلوم سالمين. سامحوني هتكلم باللهجة العامية عشان عايز الفيديو هذا يصل لجميع الناس ويصل زي ما إحنا عايزين نوصلوه، مش هم يترجموه بالطريقة اللي هم حابينها زي كل مرة. رسالة لجميع المسؤولين في مرسى مطروح، محافظة مطروح، النواب، العمد والمشايخ، طبعا في البداية كلنا أهل. عندي لوم ولوم كبير طبعا. عندي لوم على السادة النواب والسيد المحافظ والسكرتير والمسؤولين في مطروح
والأسباب كثيرة يعني. أولا شبابنا المفقودين لهم 4 أيام. أول لوم على الخلق اللي تنقل في الأخبار الكاذبة. يعني في خلق إحنا عندنا فيهم ثقة، لما قالوا في طوارق طلعا وفي طيارة طالعة كل الناس بدأت تهدى على أساس خلاص الأمر خد شكل رسمي، لحد ما تفاجئنا ثاني يوم إن ممنوع أي حد يقرب من البحر. طيب ليه ما قلت؟ الفيديو كان قبل يومين أو قبل 3 أيام بعد مرور 4 أيام على حادثة الفقد، الراجل بيوجه اللوم للسادة المسؤولين في البلد. هل حد من المسؤولين في البلد سمع الكلام ده؟ هل السادة النواب اتحركوا؟ سيد المحافظ اللي قاعد في مكتبه المكيف وسايب ولادنا في السقعة والبحر بيموتوا، هل اتحرك؟ هل خد قرار؟ الأول طلعوا إشاعات إن في طيارات طلعت، في زوارق طلعت تدور عليهم، وبالنهاية اكتشفنا إن كل ده كلام فاضي عشان يهد الناس. أحد مواطني مطروح أو أحد شباب السلوم بيقول لبلدنا، لجيشنا العظيم، لو ما معكمش تمن بنزين الطيارة ابعتوا طيارة وهنلم من جيوبنا وقوطنا وقوط عيالنا وندفع لكم تمن بنزين الطيارة. متابع. السلام عليكم. رسالة للمسؤولين بالنواب بالعمدة بالشيوخ، هذا هو دوركم. جميع ما زالوا عالقين في البحر، محتاجين طيارة، المفروض طلعنا طيارة. أرواحنا مش رخاص، نحن منطقة حراس المنطقة الغربية، أرواحنا مش رخاص. العالم هذه كانت على خطأ ما فيها شيء، تحاسب ولكن تطلع لهم طيارة. لو محتاجين حق بنزينها نحن ندفع حق بنزينها، نحن مسؤولين عن دفع حق بنزينها. أي حاجة تموين أنتم محتاجينها نحن ندفعوه. وجعتني أول كلمة اللي بيقولها الشاب ده، بيقول لك إحنا مش رخاص، إحنا حراس الحدود الغربية، إحنا أولاد البلد دي، إحنا اللي اشترينا الطيارات من ضرايبنا وعلى حساب قوتنا وعلى صحتنا وتعليمنا، احنا اللي هندفع اقساط الطيارات وهندفع تمنها على حساب حياتنا. مستخسرين فينا طياره ليه تطلع تدور علينا؟ استخسرتوا في ابناء عيط مطير لحد ما ماتوا الثلاثه، مات شاهين ورمضان ومساعد او مسعد، الثلاثه ماتوا في الصحراء عطشانين جعانين من غير ما حد يدور عليهم. مستنيين كمان دول يموتوا؟ في النهايه تتكرر نفس الماساه، تتكرر نفس الازمه، نفس الجريمه. شباب مطروح واستنفار او زي ما بيسميها اهالي مطروح فزعه من كل القبائل للبحث عن الشباب المفقود. الحكومه النهارده قالت مالناش دعوه، عايزين تدوروا انزلوا دوروا او اقفوا على الشط بصوا بس، لكن ممنوع حد ينزل الا بتصريح والتصريح مش موجود. اياكوا تبعدوا عشان خاطر دي مياه دوليه، الغطاسين بيروحوا كل يوم يبصوا ويرجعوا. حاله او غرفه عمليات كده عملها شباب مطروح من اول الحمام لحد السلوم بطول الشط لمتابعه يوميا هل يخرج اثر، شوفوا اي حاجه، شوفوا اثر للمركب، اثر للشباب. معايا فيديو واستنفار عام من اهالي السلوم لإنقاذ مركب الصيد أو مركب الشباب اللي غرقت قبل أسبوع. نتابع هذا الفيديو. عن توا ما زلنا، عن توا ما رانا لابسين بالكل. كلمة كذا برا ما ردوش لي على النت، كلمة برا بقول لي كذا برا، عن توا راه ما جينا لابسين، ما زلنا نرجعوا. عن توا راه ما زلنا نرجعوا. اللي عنده بصيرة يديرها. ملحمة تقدر تسميها ملحمة بيعملها النهاردة أبناء مطروح، أبناء السلوم، الضبعة، أبناء الحمام، سيدي كرير، كل المناطق المطلة على البحر. بقالهم النهاردة 7 أيام الناس بتصحى من صباحية ربنا تفضل لحد بالليل تسلم الوردية التانية لناس آخرين عشان يتابعوا الطريق، يلاقوا أثر، يطمنوا قلب أهليهم أو قلب إخواتهم وزوجاتهم وأمهاتهم على أولادهم اللي تايهين بقالهم النهاردة أسبوع في الصحراء. تقول الإعلام بتاعنا اتكلم ولا حد جاب سيرتهم.
اللي عمالين النهارده يتابعوا المهرجانات والرقصات ولاعيب الكوره ومين اتطلقت ومين اتجوزت ومين صبغت لون شعرها، ولا حد حاسس باولادنا اللي ميتين او اللي شبه ميتين النهارده. نتمنى بطبيعه الحال انهم يطلعوا يعني احياء باذن الله، لكن ميتين اهمال، بلدنا كلها ميته من الاهمال النهارده بسبب عدم وجود اهتمام من البلد بلا مبرر. يعني شخصيا مش لاقي مبرر، لو ما عندناش هنقول ماشي، لو ما فيش امكانيات هنقول طيب، لو الحكومه ايديها قصيره ماشي، لكن طياراتنا اللي قبل كده اتقال لنا مسافه السكه هنروح مش عارف فين، ونفس الطيارات اللي اتبعتت عشان تطفي الحرايق في تل ابيب او في الكيان الصهيوني، نفس الطيارات اللي بتروح تجيب لعيب الكره من دوله ثانيه وثالثه ورابعه، هي نفسها اللي بتروح عشان توصل ممثله تتعالج على حساب الدوله وحساب المواطن، مش لاقيين طياره واحده تطلع تدور على الشباب دولت اللي ماتوا في الصحراء قبل كام شهر واللي بيموتوا النهارده في البحر، دول معاهم زورق او فلوكه، فلوكه دي حسب ما بيقول بعض المتخصصين مستحيل تغطس. يعني باي شكل من الاشكال لو طلعت طياره، طياره بقى هليكوبتر، طياره حربيه، رفال، طياره اف 16، اي حاجه من الطيارات اللي موجوده عندك ومتلتله جوه في المخازن، طلعت ساعتين ثلاثة هتمشط المنطقة وتدور عليهم، لكن تحس ان انت مش عايز، تحس ان حكومتنا مش عايزة، بلدنا ملهاش غاية تتحرك. معايا فيديو ايضا لاحد اهالي السلوم بيستعرض الجهود الذاتية اللي عملها الشباب بنفسهم بدون تدخل الدولة من اجل انقاذ شباب السلوم، نتابع هذا الفيديو. يا شيخ صالح صلاح ما الشبك عندي في القرية تمردها 4 كيلو في القرية من أول القرية لعند آخرها، ما عادش فاضل معانا غير من مراقية ومشرق، ومن عند بالنسبة للكارتة غطاها إبراهيم أبو حامد أبو حفيلش، إحنا توا والريح غربي، لو هناك نزاع يبقى، لو هناك لا قدر الله يجي حيبقى مشرق. فاحنا نريد واش حد يكلم قدامنا شرقه. بالنسبه من كارته لعند بوابه لعند مراقيه يعتبر تمشطه كلها ان شاء الله. يعني فاكرين المهندس سعيد الحفيان رئيس المجلس المحلي السابق في مطروح وعمده احد القبائل اللي كان طلع وجه اللوم للدوله والحكومه بعد حادثه ابناء عيد مطير، وقال لهم كنا مستنيينكم تتحركوا، كنا مستنيينكم تخرجوا، كنا مستنيينكم تعتبروا اولادنا زي اولادكم، زي اولاد الساده المسؤولين واعضاء البرلمان واللواءات والوزراء، لكن اولادنا تاهوا في الصحراء لمده 8 ايام وماتوا من الجوع والعطش، محدش اتحرك. نفس اللي قاله المهندس سعيد الحفيان بعد يوم واحد فقط من فقدان شباب السلوم، نفس الرساله قالها وجهها للدولة، سلطات، للحكومة، لعل حد يتحرك حتى لا تتكرر المأساة. كالعادة طبعا محدش يتحرك. فكر حضراتكم بكلام المهندس سعيد الحفيان. إمكانيات القوات المسلحة ضخمة، القبائل تستغيث بسيادتكم. أبناء أنا في عرض البحر ومقاومة البحر، البحر وحش كاسر يعني، وهي مركب صيد، فأرجو أن يكون التحرك سريع لأن اللحظة بتفرق. احنا الدور اللي فات لما تاهوا ابنائنا في الصحراء يعني الاعمار بيد الله، واحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره فيما فات وفي اللي جاي، بس لما نحس ان الدوله قريب مني هيرفع معنويات الناس، ومع عهدنا منك سياده رئيس الجمهوريه لكن ان انت دايما فزاع للناس وللشعب المصري. ارجو ان تصل رسالتي للجميع، للجميع، وان امكانيات الدوله تكون قريبة من المواطن في هذه اللحظات الخطرة. وفقنا الله وإياكم. أكن كلام المهندس سعيد الحفيان لعله يلقى صدى لدى السادة المسؤولين في بلدنا. زي ما قلت لحضراتكم الشباب في السلوم أو في مطروح عاملين غرفة لمتابعة شاطئ البحر، الكلام ده منذ 5 أيام. معنا أحد شباب مطروح، أحد أعضاء غرفة المتابعة اللي عاملها الشباب، عشان نسأله عن اخر التطورات. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. لو تقول لنا كده ما هي اخر التطورات
والجهود اللي بيبذلها ابناء مطروح على مدار الايام اللي فاتت. هل في جديد؟ شفت قبل شويه البعض بيتكلم ان في احذيه رماها الموج في بعض الاماكن، هل في جديد ولا ما زال الموضوع بلا تقدم وما زالت الحكومه لم تقدم المساعده المنشوده لابناء السلوم؟ والله حضرتك احنا بالنسبه للاحذيه اللي بتكلم منها حضرتك ما فيش اي اثر للجماعه دول ظهر على الشاطئ خالص. احنا من حوالي اسبوع كده للمفقودين دول من الشواطئ من مرسى مطروح للسيدي براني للسلوم الناس كلها بتجري بتدور ما فيش اي اثر ليهم خالص. طيب يعني كنا سمعنا ان القوات المسلحه او المنطقه الغربيه العسكريه بالتعاون مع حرس الحدود طلعت طيارة لتمشيط المنطقة، وبعد كده تم نفي الموضوع على لسان السيد المحافظ، وبعد كده قالوا ان في نوة. ما صحة هذه المعلومات؟ هل فعلا في طيارة طلعت ولا الطيارة ما طلعتش ولا مستنيين النوة تهدى؟ بالنسبة لمنطقة السلم ما فيش طيارة طلعت خالص. هم بيقولوا السوء الحالة القوية يعني زي بالنوة والريحة عالية ما فيش حد أي ما فيش أي جهود من ناحية الحكومة طلعت خالص. زي الكادرية. سامعني حضرتك؟ لا لو بس أسمحك بس لو تعلي الصوت شوية عشان السادة المشاهدين يسمعوا صوت حضرتك، اتفضل. حضرتك والله ما فيش أي جهودات خالص يعني ما فيش طيارة طلعت. طيب لو تقول لي كده الجهود اللي انتوا بتعملوها ايه الحاجات اللي انتوا بتعملوها؟ هل معاكم مراكب بتنزلوا؟ هل الغواصين بيقدروا يوصلوا لمناطق محدده ولا محرم عليكم انكم تتعدوا بعض النقاط والخطوط اللي حاططها حرس الحدود والقوات المسلحه؟ حضرتك احنا بالنسبه للجهودات اللي احنا جهود شخصيه يعني احنا الحاجه الوحيده اللي بنعملها بنصحى الصبح بنمشي على الشاطئ ان ممكن نلاقي لمقصف الكلمه يعني صندل حذاء جاكيت اي اثر ليهم ما فيش خالص يعني كل واحد محدد له مثلا 3 4 كيلو كل مجموعه 3 4 كيلو يصحى الصبح مقسمينهم على اساس تطلع المركب تطلع اي حاجه اثر ليهم. احنا بقالنا النهارده 9 يوم ما فيش اي اثر ليهم خالص. النهارده 9 يوم وليس 7 يوم، 9 يوم. 9 يوم. تاسع يوم. يعني مش عارف اقول لك ايه، لكن دعمنا ودعواتنا ومساندتنا لشباب سلوم. بطبيعه الحال هنحط لحضراتكم رقم للتواصل على الشاشه لو اي حد عنده اخبار او عايز يشارك معانا على الهواء. بشكر بطبيعه الحال احد افراد غرفه المتابعه المعنيه بمتابعه حادث غرق شباب السلوم. معايا فيديو ايضا لاحد شباب السلوم واللي بيبعت رساله للحكومه المصريه لا سيما الجيش والمخابرات وحرس الحدود، بيقول خلاص مش عايزين منكم حاجة، كل اللي عايزينه منكم فقط تمضلنا على التصريح. شايف في الأول كنا بنقول لهم اطلعوا دوروا، بعد كده محدش طلع ومحدش سمع. طيب ابعتوا لنا طيارة وهندفع ثمن البنزين بتاعها، محدش جه ومحدش بعت حاجة. ويمكن المتصل أو ضيفي قبل شوية أكد إن مفيش طيارة طلعت، بعد كده وصل بيهم الحال في السلوم أو في مطروح، عايزينهم يمضوا لهم فقط على التصريح وسبونا احنا هننزل الميه، احنا هناخد مراكب الصيد، هنجيب غواصين على حسابنا، هندور على اولادنا اللي بقالهم 9 ايام وليس 7 ايام في الميه حتى الان. نتابع هذا الفيديو. هناك رجاله صحيح من اللي نزلوا ويقولوا نحن وطلعنا، نحن نريد منكم تصريح من مخابرات حرس الحدود فقط لا غير، واحنا نمشي ندوروهم برواحنا، يطلع لهم يا اختي دورهم، قاعد هالوقت يرجع في مطروح. لكن جو مجمليات وجو تعذر وجو عذار تدروا فيهن ما يمشنش، هذا كذب. هذا كذب. ما فيش من يعني يعني زي ما بقول لحضراتكم مش لاقيين مبرر. مش لاقيين حاجة كده نقول أو نلتمس بيها عذر لبلدنا. البلد اللي عمالة بتكلمنا عن أهمية ولادها وبتكلمنا عن الحياة الكريمة وبتكلمنا عن الاهتمام بالصعيد والاهتمام بسينا والاهتمام بمطروح والاهتمام بالمحافظات، سايبة ولادها النهاردة بقالهم 9 أيام موجودين في المية. برأيي أو أعتقد لو كان اللي موجود في المية ده لاعب كورة مثلا أو واحدة من الرقصات أو المغنيين
او ابن سيادة الوزير او سعادة المحافظ او جناب اللواء او فخامة عضو مجلس النواب، كانت البلد وقفت على رجل واحدة. لكن لان اللي موجودين دول ولاد ناس عاديين، مش ولاد الطبقة اللي بتحكم، او مش على راسهم ريشة زي بعض اللي موجودين في البلد، لا يتسابوا يوم واثنين وثلاثة. ده مش بس كده كمان، ده انا بعاند الناس. يعني لا انت ده، لا انت راضي تتدخل ولا راضي تدور عليهم ولا راضي تسيب الناس يدوروا ولا راضي تديهم تصريح يروحوا يشوفوا عيالهم راحوا فين او ابنائهم حيين او مش حيين. وزي ما بيقول الراجل من شوية، احنا ما بنعملش حاجة غير كل يوم بنصحى الصبح نروح نقعد على الشط. طب ولحد امتى هنصحى الصبح نقعد على الشط؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، لو مدانين، لو غلطانين، لو متهمين، طلعهم وحاكمهم يا سيدي، جيبهم حطهم في القفص سنة اتنين تلاتة زي الاف بل مئات الالاف المعتقلين اللي عندك. لكن تسيبهم في المية بحجة انهم عدوا الحدود، دول طلعوا ياكلوا عيش، ابناء آل مطير طلعوا ياكلوا عيش في الصحراء وماتوا بسبب اهمال الدولة. ايضا ابناء السلوم طلعوا ياكلوا عيش في المية لحد النهاردة. ربنا يعلم بمصيرهم، نتمنى ليهم الخروج، نتمنى مصيرهم يكون افضل من مصير آل مطير. من جديد كل الدعم، كل الدعم وكل المساندة لأبناء السلوم، وهنتابع مع حضراتكم على مدار الأيام القادمة ما وصلت إليه الأحداث. كل يوم إن شاء الله هحط حضراتكم في الصورة، لأن أولادنا حياة مواطن مصري واحد أهم من أي حاجة ممكن نتكلم فيها. معنا أيضا أحد طيب معنا أحد المتصلين أيضا من أو أحد أقارب طيب معانا احد معانا ولا مش معانا؟ طيب خلاص، كان هيبقى معانا احد المتصلين لكن يبدو ان في مشكله في الاتصال. يعني مشاهدينا هنكتفي بهذا القدر في ملف ابناء السلوم، بكره ان شاء الله نتابع مع حضراتكم باقي تطورات هذا الملف.